السلام عليكم دي الزيربوي بيج رياكشن جاني في الوليد برياكسيون جديدة كالعادة والعويد فهمتني والليب في سيري كلاي المتواصلة وانتوما اللي طلبتوه تيتر هذايا مش انا اللي اخترته كلاي يلعب جلال ولا طلبتوه عندكم برشا تيتر عنده عام فهمتني والليب ليتس جو نشوف شنية الفوضى نشوف شنية الدنيا مع بعضنا نفهموا العملية كليب اوفيسيال نورمالمون دونك ليتس جو الوليد سينو الوليد بين قوسين على فكرة للناس اللي قريت برشا كومنتيرات نقرا في كومنتيرات راك فزت عشان بكلاي راك كيما صار في بسيكويم نعاود نقولها لكم الاولاد العباد هذيك للفئه هذيك كيفاش فزت عشان ما نعرفش عليكم كيفاش انتم تخموا نخلق جديد ولا شنو نعمل يعني رابوريت اي رابوري هبط جديد باش تلقاوه موجود في الشين نتاعي ما فهميش جديد باش نخدم السيريات اللي العباد اللي تفرج فيها تبعتهم واختارتهم دونك ما عندي ما نعمل لك انا كان ما عجبتكش الشين ما فما حتى مشكل صاحبي ما تتفرش والا دبر راسك المهم كي تخلي كومنتير ما تخليش راك فزت هالشين بالعبيد هذوك ما خاطر العبيد هذوك ما هما اللي اختاروا انا عملت سونداج متاع برشا حاجات لفئات الناس الكل وهما اللي اختاروا هما اللي ربحوا دونك خذوا حقهم وإذا ما يمنعش من قبل نقولها الشين ما يش لكلاي برك ولا ما يش لبسيكوين في الوقت هذاك برك راي الشين فيها سيريات متاع رابوريت مخصصة ومزلوا في جايين برشا سيريات جدد دونك ما تفاجئش كي تلقاني نخدم على رابور برك خطر هذيك اسمها مش معناها سيري معناها حاجة متعاودة للرابور هذيك وهذا الكل نعمل فيه باش لعبت تقعد تتفرج فيها وما تقلقش خطر كان باش نقعد نخدم على جديد برك نولي نهبط في الجمعة نهبط كان طرد زوز فيديوهات فهمت كيفاش؟ يرحم والديكم على التفاهم ليتس جو شوفوا شنو الفوضى الاولاد يلعب جليل على جليل بريك الاولاد هكاك على جليل بريك يعني برا ديجا صوتو هذا هكا الشيف هكا عنده الشيف هذا يروح عكيل بريه الطيح هكا برجولال ولاد انا راني ما نظموش جلال بريك انا رش عليكم يضحككم ولا اما صاحبي ما نظموش ما نحترموش ما نعبروش انسان منيك على روحه صاحبي ما نعرفش اسكو قالوا بعديك هكا ولا فهمتني ولا يعني يطلب في السماح ودرشنية ودخل الدين الاسلام ولا شنية ماذا ما يمنعش صاحبي اللي قالوا الكل من اللي صغير زادا من اللي نسمع صاحبي انسان ما تنجمش تحترمه تو سامبلومون لا عنده احترام الروح ولا للصغار ولا للكبار واحد طفار شايب معفط ما فهمتش كيفاش العباد تضحك عليه يعني فهمت ليتس جو هكا 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 تو على المخير فيكم وبي بي جي كلاي هذا واحد اسمه هذاك صار زاد بشي في كلاي او كلاي بشي جاي اي مثلا مثلا صاحبي في حق يدي نشجعك صاحبي كلاي فوق ما تتصور زاد فوق هاك الشيء هاك وحواج بوك ولا يحكي في السياسة اي يحكي في السياسة وعمل ويعمل في غنيات راب وهذا من الكلسون متاعي انا اسمع حكايه الكلسون وزكمكم متاعينا الكلسون عبير وكلسون الغنوشي متاعي انا والعبد اللي خذا الكلسرق الكلسون عزيز وشياب ما لقيت بلاد الربي يطيشوا في بلاهم ويتلكشوا يا ربي ومن بعد كي نجاوبهم يقولوا لي مش متربي كان الاخلاق تقول لك كامل يدها في الزبي فمي صحيح بابا صحيح ايه سبع سمعوا سمعوا بي راح وجبي كبار اما زبوا رمك اكبر زبي اللي خلقك اكثر من فرعون كي تكفر كهب عثمانين ومخك وما حبش يكبر شو نفرق لك في الجرجومه نتاعك ومن بعد نستخف ايه زيدوا 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 شبريك انت برايك شبريك انت برايك عجوز لانيك لناي عجوز لانيك لناي مبسوطه تحب ظهرك مني كيكش خطي وخيك انت شايب عاد طايبين شاهي نتاعك لاي ملس كلامه طمع زب الاي قلمي قطع لك سكايك نوحلك في النقبه مايك الرابي فيها اللي انتو ساعه قلمي استعد نوحلك في النقبة مايك الرابي فيها اللي انتو ساع يدي عنده طريقة كلاشية طريقة سبين طريقة توصيل معلومة ما فهمت انا بيدي لتو مانيش فاهمها كيفاش يكتب تبدأ رحلة الاستمتاع اول مرة سنغتصب ملحد اقدم المذيع اول مرة سنغتصب ملحد اكثر من يا قالك اللي انتو ساع برجالك الدلاع انت ماك ما ما نزرع لك فيها النعناع والرجالة تجيب الداي وكل مرة نحي وعرف ماك تخدم بالتعليمات ماك عميل وعندك عرف انت فاسد مو تطرف امك مش قحبة حتى تطرف انت ورقة بخمسة الاف اتنين كفر وتكسر على سبة امي جا نحكي انت
اعطي ورقه ب 5000 تني كف ترجع صرف صار سبلو امه زادة ايه تكلاي ايه تكلاي بتحمل صاحبي سمعوا صاحبي عيني امك شهيو باش نعذبها بنيك حتى نشوفهم يبكي وامك فلافيون ينعريو وفوق المنقل نعليو ويهبط عليها بودين بالباراشيت نيك ابويو في زبورها لفلقولها قبل ما تلومني قولولها تربي جلولها لم بكيهولها قبل ما قبل ما تلومني صخر الله ربي جلولها لنعيبهولها لا في كروسة من فرنسا جيبهولها بربشني هو حب نكت مني برشا سب ما هو اللي جابهولها يا خنسيت كي ولاد حمتي في باريس ناكوك بتريحة بيب جديد ملسيني الولاد ايه نيك برشا ضرب راو نيك برشا ضرب سيدة ولا ما عادش يخرج من داره فهمتني وليه وبدل البلايس وعملهم الكل صح تشبيك دي وقت اللي قال جاي لتونس لعبه تستنى فيه في المطار تشبيه صحايبي تخيل الانسان هذاك ترى اي مالله فوضى خلوا زوكم مكف ضحك يضربوك سخفت عليك ساقط ما يظهرش فيك نخاني شريفي بيفي بيك اما ما عملتش الريحه 10 سنين شد البيسه وما نستعرض بالقانون مشيت للحبس على كلامي وما هربتش كي هالميبون ما تخبيتش كيف مشيت للحبس على كلامي وما هربتش كي هالميبون فهمت متخبي فهمتني بالرسمي الوليه دختتها وعلاش نكرو خاطر انسان متخبي ورا الكرونات الحاجات هذم تعرفتها لعبات صغار كل 12 سنه و10 سنين مازال يعني مازال يكتشفش معناها انترنت دونك يطيح يسب في الناس على بعضها هذا السيد بالرسمي مكا بعد 80 سنه يعني بالرسمي الارباح لا في الدنيا لا في الاخره يعني بالرسمي الارباح لا في الدنيا لا في الاخره ربي يهدي الجميع صحيح اخويا وربي يهديه ما صحايبي كوميم يعني كي تسمعوا يحكي تتقزز فهمت كيفاش فكرون وانتي تعرف وانتي تعرف انتي بقلبك البيدون وانا نعرف وانا نعرف لا يشبع بالسجون تونس تعرف تونس تعرف عشنا متمردون ضربوا صبي باش نستعرف اما العص نخيط فمي ما خرجش حتى نفس مع البحث ودك ديلوثة وتقص وانتي عامل لجونة قسم البص رجل وانتي عامل لجونة قسم البص الكبيرة محليلة تنيك مقص مقص برك كلاي مقص برك كلاي مقص برك بجدك تحكي اقسم بالله عمرك ما تهز يدك على الرجال الكبار وعمري ما نشجع على العنف فما صحايبي كنت راه بالله كلمني في التليفون برسم توا انت مش اول مره تسب زبي جلال بن برايك وما قحب ابوك منايك فهمتني استناني باش نحكي لك موضوع زبور سبيتني انت اول مره في بالك اللي انا ما عايش تونسي يا اخي دورت لعيش تونسي لعيشني كمك القحبه انت معناها وياهم ديجا تسبوا فهمتني وسبيت زبي توا في بالك اللي انا مع قيس سعيد ومن انصار وماني من انصار حتى الزق ام انسان في الكون صار جديده الحكايه الاولاد تتر عنده عام ما اللي عمله هو بفرهد الزبي على قلبي وغلوب التوانسه الكل اللي كيف حالة الزبي لا عندهم حتى حزبي مثلهم لا يمثلوا حتى ود قحبه متفاهمين ويا بهيم يا ميبونك لا يرى ماهوش يحكي في السياسه يحكي في اللي عايشه في تونس انت نيكمك هارب نبين لك اللي انا في البوليتيك نحكي انا قاعد نتنايك مع زقمهم الحساب من زقم النهضه وانت ماشي وشبعوا الزبي حبس مش هارب في باغي زيدوا بالزلي تنفس زيدوا تاخو في الفلوس على خاطرني انا لاجئ ينوع بوسك امك اذا كانت جي فرطة متاع صبات متاع مناضل مش مناضل نيكمك القحبة وعلى هذايا والكذب متاعك والهيلمان اللي عاملو صار مصدق روحه لمناضل الولاد وتعرف اللي شنو اللي يغيظ شكون طرشقو شكون عرفو شكون يعني العباد اللي تتفرج فيه العباد البهايم تو سامبلومون يعني سامحوني في الكلمه العباد العفط اللي جوست يضحك على كل شيء تبع على كل شيء يمني انا مش يحكي عليا مش يحكي علي تي ماشي لك في الدين متاعك هكاك والسيد يهبط استغفر الله يا ربي جمله واحده ويحكي من هنا وماشي في بنت صغار قال لك بنتي عادي نشد يا صحيبي نورمال وعباد تضحك وعباد بارتاجيلو شفت جليل بريك شهبط وشفت صحيح باش تفهم اللي راهو عنا عقليه في تونس عنا فئه معينه تو سامبلومون مخهم مصفر عندهم ترمى في بلاصه مخاخهم ما بالرسمي عباد عندها ذوق كي ترمى تو سامبلومون فاشوش باش نعصب لك بالباهي على خاطرك راجل كبير وميبون ومخك مدينه ملاهي هاي شد عندك هاي عصبة وسطى وبهام وعصبة تجيب لك للهام وعصبة تهرب لك الكلام وعصبة كي تقول صباح الخير وعصبة كي تقول السلام وعصبة على المحير سيكا والبياتي يا سلام وعصبة على ميزان الغير
يستحق جابها الروح يستحق هيتا وعصبة والمزود خدام وعصبة على قلبك المنيك وعصبة على خاطرك مسمان والعصبة في حياتك تخيط تقول شريك بابيام ونزيدك عصبة وانتي صاحي وعصبة تجيب لك المنام وعصبة تعمل لك كشمار وعصبة تسعد لك الأحلام وعصبة ما خذت خاطر وعصبة عليه هكا الوليد عارف في باليش عملوا عليه هكا الوليد عليه هكا الوليد غدرتوني بيها صاحبي ما نقولولي فما برشا فوضى عليه هكا صاحبي تطير ملام وعصبة عشر سنين التال وعصبة عشر سنين القدام وعصبة اليوم وعصبة غدوة وعصبة على مر الأعوام وزيد عصبة الجلال بريك ده بيقول أي كلام وعصبة كان ما تعملش بارتاج وعصبة كان ما تحط الجيم يا تحان وتوني كومك القحبة يا عجوز يلي لعبها قبيح يا منايك كي تقعد تسب في الزبي لين تموت بتبيعتك ما زادت لك ربع ساعة لعب ولا ربيتر يزفر نيك امك تنكت امه جلال يزيه ما تجاوبوش اقعد تسب نيك امك يلعب جلال اسمع هي ما تصوروش قديش ساتيسفي ما تصوروش قديش صاحبي هكا بالرسمي برد على قلبي والله قسما باللي هي في لعدة فهمتني واللي جابها الروح وصاحبي برشا عبيد مخليته وكيكة فهمتني واللي فرند الصاحبي او جاك لايف عطاهير ولا تقرر تكتب ويستحق صدقني العبيد هذوك صاحبي ما تسخفش عليهم تو سامبلومون من الاخر الوليد عمري ماني باش نسخف عليه كان بالرسمي فاست اللي ربي هدي خويا ربي يهدي صاحبي وان شاء الله فهمتني ولا بينه وبين مولاه اما هذا ما يمنعش باش يرا قدامي صاحبي ماذا بيه ما يجيش لتونس مش على خاطري انا على خاطر بالرسمي انا متاكد اللي فما الف كيفي فهمتني ولا هذا الحاجات هذوك ما تنساش ما تنساش ما تنجمش تنساها ما انت تدي انت كبير في العمر عارف ايش قاعد تعمل فهمتني ولا يعني راو فما مازال تعبت تغير على الدين نتاعها فهمت كيفاش فما مازال بقول عليها تونس واللي مشيت في تونس فما عباد تغير على فهمتني على دينها صاحبي كومين فهمت كيفاش سينو الاولاد هكا نكونوا كملنا كلاي بي بي جي يلعب جلال حاجه ممتازه حاجه بيرفكشن يستحق فهمتني ولا ايه في كارو زيدو اكثر كره ما فاتش في 4 دقائق ونص كاو فهمتني ولا ما خذيه بايتو فهمتني نورمالمون في الوقت هذاك راهو طفيه يعني فهم العمليه اللي لعب مع حاجه اكبر منه برشا مش الناس الكل باش تسكت له ولا باش تحسبه مهبول ولا باش تحسبه فاسد على روحه فهمت كيفاش الاولاد سينو الاولاد هكا كونوا كملنا كلاي بي بي جي يلعب جلال كالعاده الاولاد كلاشيت كلاي تعرفوهم بالكدا ماذا بيك ما تبربشوش ماذا بيك ما تدورش بيه خاصة انك انسان عندك على شنو يتحكي عليك فهمت كيفاش صاحبي اخضر شو عملك في 4 دقائق ونص فهمتني ولا حطم لك كاريرك اللي ما يتسميش كارير تو سامبلومون يعني من الاخر الولاد ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون الولاد انتوما اللي طلبتوها ديزولي على برشا سفيه الولاد الله غالب انا بدي تحررت في التيتر هذايا وفي الرياكسيون هذايا خاطر بالرسمي انسان يهبل انسان بالرسمي لازمو هكاك بالصيف عليه فهمتني ولا سينو الولاد ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون تقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن ما تنساوش لابوني سبسكرايب دنيتكم اشويكم كومنتاتكم مرحبا بكم الولاد الانستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 مينسكيول تقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن بيس اند لوف